الأخيرة بكرة القدم بالذات كنا برات البطولة، ما كنا أول أو تاني بالبطولة، صرنا سنتين نطلع ثالث. في خلل ما، ولكن في أندية تانية كمان عم تشتغل، وبتمنى أنا قادمات الأيام أنه نقدر نعمل شيء يرضي جمهورنا، لأنه الفترة الأخيرة الجمهور كان عم يطالبنا ببطولة، وهذا حق مشروع للجمهور. وبالتالي نحن قادمات الأيام برجع بقول ممكن يكون في ناس وفي أشخاص هن اللي بيقدروا يقوموا بالمهمة. أنا لا أدعي وأنا ما عم بقول أني عم بتدلل، بس بعتقد أن آن الأوان أني يكون خارج أسوار النادي، بس سأبقى مخلصا ومحبا لنادي الوحدة. جمهور الرياضة ذكي، ما هو أنه وبيعرف كل تفاصيل الأمور. شو هي الخلافات اللي موجودة بين أبناء النادي؟ والله هي ليك ما في خلافات، هي في صراعات على طول بكل قبل انتخابات. هلأ إذا بتلاحظ هذا الموضوع بيصير كل قبل انتخابات. هلأ قبل انتخابات الشيء المنطقي والشيء المقبول أنك أنت تطرح نفسك عضو مجلس إدارة، رئيس نادي، ولكن الشيء المعيب أنك أنت تطرح شيء بيسيء للشخص الموجود. هذا خلافنا بالنادي. أما إذا بدنا نحكي، فينا أشخاص قادرين على قيادة النادي، منهم الأستاذ غياث دباس، وكثير أشخاص ممكن يكونوا. هلأ قادمات الأيام هي اللي بتثبت مين قادر يدير هذا النادي، وإن شاء الله سنكون الداعمين الأوليين ومن أكثر الناس اللي بنقدر نعطي خبرتنا للناس اللي قائمين على عملنا.